شو رأيكم هلأ بعد الغدا نحرك حالنا ونعمل شوية رياضة؟ أنا بصراحة مش جاي على بالي أطلع من البيت. وأنا كمان. طب كيف بدنا نعمل رياضة إذا ما طلعنا من البيت؟ أنا بقولكم كيف. شو الرياضة اللي حابين تعملوها؟ تمارين للبطن، تمارين كارديو، تمارين شد الجسم. ياي، تمارين كارديو أحلى إشي. كارديو بس يرضى عليك وعلى الخفيف. كارديو لايف للمبتدئين مع ريبيكا عودة. بابا ماما، كل واحد يروح على زاوية علشان ما نخبط ببعض. بس كيف بدنا نشوف من الزاوية؟ ما تلفزيوننا LG OLED يا بابا، تصميمه كتير رفيع وبتقدر تشوف من كل الزوايا. امتلك شاشة LG OLED الجديدة بتقنية البحث الصوتي باللغة العربية وبلهجتك الخاصة لتجربة مشاهدة غير مسبوقة. بلا تحط لنا تمارين تخفيف الكرش مع ريبيكا عودة.